تصدق يا اخي بقى انا لما سافرت اسوان قعدت في النوبه قد ما قعدت ما اكلتش اكل نوبي برضه. هي فكره والله، يعني هنعمل النهارده ان شاء الله ليله كويسه. بمناسبه الليالي عايز اقول لك كده، تقدر تقول الخبر ده كده يبدا من ايه؟ ياه، من 10 سنين ما حضرناش ليالي رمضانيه ثقافيه في شمال سيناء. تصدق اكتر من 10 سنين كمان؟ لا، ده الليالي الثقافية الرمضانية عادت مرة تانية لشمال سيناء، والناس والحياة أهو ده قدام حضرتك، ده كده جانب من ليلة من هذه الليالي. احتفال بليالي رمضان الثقافية مستمر لحد يوم 22 رمضان، هيتضمن بقى أمسيات ثقافية وشعرية وعروض فنية ومسرحية وورش للحكي بقى. الجماعة اللي هم الكتاكيت بتوع اليومين دول بيسموها ستوري تيلينج، مش عارف ليه ستوري تيلينج ما اسمهاش هنقعد نحكي حواديت. المهم، وألعاب شعبية وورش بقى في كل ما هو إبداعي، محاضرات متنوعة ومناقشات وندوات، وهيبقى في ورش إزاي تقدر تعمل الفانوس بتاع رمضان، الفانوس الحقيقي بتاعنا، مش الفوانيس التانية الغريبة اللي بتجيلنا بتقعد تغني فريرو جاك، ودي انا مش فاهم يعني ايه. المهم يعني، ورش تانية كمان لأولادنا وإخواتنا من أصحاب الاحتياجات الخاصة، وده في مختلف قصور الثقافة على مستوى المحافظة. عودة الحياة بكامل تفاصيلها، عودة الحياة بكامل تفاصيلها لشمال سيناء. مبروك علينا انتصار حقيقي وعبور حقيقي وتأمين كامل لكافة الحدود المصرية. زي ما أقولك كده، هو بجد تقدر تقول النهاردة سينا رجعت كاملة لينا. مصر اليوم في عيد، ده بجد عيد سينا في 25 إبريل الجاري، أنا أظنه طعم مختلف بالكلية. فاصل ونكمل الكلام. الوشوش مش تفاصيل وملامح، دي سطور وحكايات. في رحلة سككها مجهولة بتفرض علينا السؤال، الاختيار ولا المفروض؟ الرضا ولا النكران؟ القاعدة ولا الاستثناء؟ لما يبقى الاستسلام سلاح في معركة الاضطرار، ولما نفقد قدرتنا على الاختيار، لما نرفض الوضوح ونرضى بالزيف والخداع، يبقى السؤال الأهم، نار الحقيقة ولا جنة القناع؟ أهلاً 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 بحضراتكم. البرنامج ده برنامج أنا أظنه مختلف كتير جدا 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 عن كل ما هو مقدم على مجموعة أو قائمة البرامج في رمضان خلال السنة دي والسنة اللي فاتت واللي قبلها كمان. وأنا شفت حلقات منه بصراحة، والحلقات اللي شفتها عجبتني جدا، ومختلف كمان عن اللي كانت بتقدمه قبل كده زميلتنا منى عبد الوهاب. ده مش معنى الاختلاف معنى أن اللي فات وحش، معنى الاختلاف انه طول الوقت في تجدد. احنا منى معانا على التليفون صح ولا ايه؟ ازيك يا منى؟ مساء الخير يا يوسف. عامله ايه يا منى؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. اخبارك ايه؟ انا فاكر لما استضفتينا زمان وعملتي فينا مقلب، يعني كان مذهل، وكان ده كان البرنامج ده اول برنامج انت عملتيه خالص صح؟ ايوه صح، الحكم بعد المزاولة. هو ده الحكم بعد المزاولة بالظبط كده. استضفتينا وكلنا عملنا مشاكل الحقيقة. طيب بس المزاولة لطيف. لا كان مقلب حلو يعني، ما احناش مختلفين. هبقول لك على حاجة تضحك في البرنامج ده بس بعد شوية. أنا كنت لسه بتكلم على أنا والقناع. أولاً مبروك يا منى على حاجتين، مبروك على البرنامج ودي عودة بقوة لمنى عبد الوهاب، وكمان برنامج على قصدي مبروك على مسألة التجدد يا منى، لأنه أنا كنت بقول ده برضو مختلف عن البرامج اللي عملتها زميلتنا منى عبد الوهاب قبل كده، صح ولا أنا غلطان؟ صح طبعاً صح. إيه هو وجه الاختلاف من وجهة نظر منى تحديداً؟ لا اختلاف كبير يعني. إحنا الأول يعني أنا برنامجي اللي فات كان الجانر بتاعته كان هارد توك. بالظبط. الهارد توك عادة يعني أنت تقدر تاخده من 0%
فاللي اتغير انه احنا مسارحه حره كان 100 الحقيقه او كان 80 خلينا نقول. ماشي. انا والقناع شويه مهتم بالجانب الانساني للضيوف، فتقدر تقول ان هو مثلا 50 60 نسبته يعني من الهارد توك. يعني احنا ما زلنا بنتكلم بصراحه وما زلنا بنسال عن حاجات، بس احنا في انا والقناع ما بنتطرقش للجوانب الشخصيه اللي الحقيقه هو احنا مش عايزين نشوف الناس عموما حوالينا بيتدخلوا فيها في حياه بعض. صح. يعني ما ينفعش انا كاعلامي اطلع على التلفزيون اتدخل في حياه ضيوفي بشكل فج، مظبوط، وابقى مش عايزه الناس في الشارع يتدخلوا في حياه بعض بنفس شكل الفج. مظبوط. اذا كمان كمان كملي. كمان هي فكره انه كل حد فينا دكتور، اعلامي، فنان، رسام، كل شخص فينا ليه رحلة إنسانية معينة كده بتاعته هو لوحده نتج عنها دوره اللي بيعمله دلوقتي. فكان مهم بالنسبة لنا في أنا والقناع إن احنا نركز شوية على هذا الجانب في حياة ضيوفنا. ليه الفنان ده طلع فنان؟ ليه طلع دي شخصيته الفنية؟ ليه ده يعني ليه ده مشواره الفني؟ ليه هو بقى بالطابع ده وبالطعم ده اللي احنا بنشوفه بيه كفنان؟ ده هتلاقيه دايما جه من البيت ودي من طفولته، جه من هو عاش حياة عاملة إزاي؟ فاحنا اخذنا شويه الجانب الانساني من ضيوفنا والباك جراوند بتاعتهم، هم جم منين وكبروا ازاي وعاشوا ازاي وشايفين الحياه منين، ثم الجانب المهني بقى اعمالهم واختياراتهم نجاحاتهم واخفاقاتهم وده لطيف يعني من وجهه نظري، يعني الطف بكتير من ان احنا نتدخل في حياتهم الشخصيه. يعني الطف بمراحل. بصي يعني طبعا زي ما انت قلت يا يوسف، يعني هو التغير ده كمان برضو نابع من نضوج، يعني انا نفسي نضجت اكيد اكيد اكيد. مفيش حد يعني كل الناس في الدنيا بالمناسبه، مش بس مساله النضج الحقيقه يا منى، مساله انه هو لو سنين الخبره اللي بناخدها في حياتنا لو ما غيرتش فينا للافضل يبقى عندنا مشكله كبيره جدا طبعا يعني. ولازم التغيير ده يبقى يعني يبان على شغلنا طبعا، يبان على اخطائنا، بيبان على كل حاجة، بيبان حتى على علاقتنا البينية والإنسانية ما بيننا وما بين كل الأطراف المحيطة بينا، شغل طبعاً. أصدقاء، أسرة، عيلة، حي، جيران، في كل حاجة. أنا طبعاً. واحد من الناس الحقيقة فعلا ما بحبش البرامج اللي بتتطرق لحياة شخصية، بتضايق جدا يعني لو أي حد قال لي تعالى مش عارف البرنامج الفلاني بقول لأ، ما بحبش حد يتكلم معايا في حياتي على الإطلاق على الإطلاق. لكن البرنامج السنة دي أنا والقناع، أنا عجبني الجانب الإنساني شديد العمق. أنا شو لا أنا مش هقول لك أنا شفت أنهي حلقة لحد ما أنت تقولي لي الأول، إيه أكتر حلقة أثرت فيك يا منى؟ أثرت فيا؟ لا هو أنا طبعا أنا تأثرت بمعظم ضيوفي الحقيقة، بس في يعني كل يعني في ضيوف الحقيقة هم شخصيات مميزة فأثروا فيا غصب عني. يعني مثلا الفنانة يسرى خبرة في الحياة وفي الفن، هي خبرة حياتية كبيرة جدا وتاريخ فني كبير جدا، فانت قاعد قدامك شخص وهو بيتكلم انت حرفيا بتتعلم، انت حرفيا شايف يعني شايف حاجة انت محتاج تعيش سنين كتير قوي عشان توصل لها. هذا الكم من اليقين ومن الخبرة ومن الإدراك والوعي ما بنوصلوش بسهولة. فهي طبعا يعني هي شخصية متفردة جدا بخبرتها الحياتية وتاريخها الفني. مثلا شخص زي الفنان لطفي لبيب، لا انا اتأثرت أيوة جدا كده بقى. الراجل ده انا شفت في أيوة عيونه كده بقى. الراجل ده انا شفت في عيونه فرحة يعني تكفيني اعيش بيها فترة طويلة من حياتي، فرحة ان احنا سألنا عليه، فرحة ان هو معانا، فرحة ان هو شايف الكاميرا، فرحة ان هو بيتكلم عن اعماله، فرحة ان هو بيتكلم عن حرب اكتوبر وعن تجربة يعني ما كانتش سهلة ولا هينة وما بتفرقوش. فده اثر فيا جدا جدا. دي بقى حلقة اللي انا رأيي لحد دلوقتي دي اقوى حلقة في انا والقناع. استاذ لطفي لبيب اتكلم بمنتهى الانفتاح والصراحة، وفي نفس الوقت ما عندوش اي بغضاء، ما عندوش اي مشكله، قاعد عمال بيحكي خالص متصالح مع انه قال كلام مؤلم. فكره فلان وفلان ما بيسالش عليا مع صح. اننا كنا مقربين واشتغلنا مع بعض كتير، ما هي دي مؤلمه، بس هو بيقولها وهو متصالح معاها تماما.
فكرة إنه المرض مثلا خلاه ما بقاش قادر يشتغل ولا يتواجد في أعمال زي الأول، هو متصالح جدا مع فكرة المرض، بل هو بيحمد ربنا عليها وشايفها منحة مش محنة. يعني هو أنا أعتقد إن الجوانب دي من قوتنا الناعمة، هي دي الجوانب اللي محتاجين نعكسها للناس ونبينها لهم، عشان هي دي الجوانب اللي إحنا محتاجين نشوفها في نفسنا وفي الآخر. أنت خلصتي كل الحلقات ولا لسه؟ لا لسه. بس طيب ما تقولي لي اسم من غير تفاصيل الحلقة، اسم لضيف في الحلقات اللي جاية توصينا بان احنا نركز مع الحلقة بتاعته. اوصيكم ان انتوا تركزوا مع الحلقة بتاعته. اه يعني من الحلقات اللي اتصورت بالفعل ممكن اقول لكم ولسه ما اتعرضتش، يعني الفنان خالد الصاوي. اوبا، حلقته فيها كم من اللحظات يعني احب ان ناس كتير قوي تسمعه وتركز معاه وتفهمه كويس. رائع 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 رائع. في كم عظه في الحلقه، ما انا بقول لك انا حابه قوي الحلقات اللي فيها الناس بتتكلم من واقع تجربه، يعني خبرة ما اكتسبوها نتيجة تجارب مؤلمة أحيانا، سعيدة أحيانا، لكن هي مسألة الانفتاح في هذا الحديث في حد ذاته رائعة، فكرة عظيمة. يعني هي بناءة إنسانيا لينا طبعًا. كلنا طبعًا. لينا كلنا يعني حالة صقل حقيقي. وده اللي أنا حباه بصراحة، يعني أنا طبعا أكيد أنا بشكر الشركة المتحدة على الفرصة، يعني هي فرصة الحقيقة كانت في أوانها وكانت في وقتها وأنا سعيدة جدا بيها. بس كمان خليني أقول لك إنه يعني أنا رزقت فريق عمل هو حقيقي يعني رزقي الحلو، هو رزقي الحلو فعلا. قول لنا الاسامي ونشكرهم على الهوى لانه ده حقهم. طبعا طبعا اكيد المخرج تاني ابو الخير، يعني طبعا انا ما تخيلتش الصوره الرائعه والشغل الرائع اللي طالع منه. سامي حبيبي، يعني انا فعلا يعني انا اتفرجت على اول حلقه على فكره زي كل المشاهدين، ما شفتش حاجه قبلكم. يعني كنت منبهرة وأنا قاعدة قدام التلفزيون، لأن مش ده اللي أنا تخيلت إنه يطلع، ما تخيلتش ده. تاني مخرج شاطر جدا ودؤوب جدا ومجتهد جدا وذكي جدا، ويعني هو وباقي الفريق كمان ربنا كملهم كمان بحتة القلب الأبيض والطيبة والنفسية الحلوة. الحمد لله. طبعا مصطفى عمار وحسام مصطفى رئيس تحرير البرنامج والسكريبت رايتر، محمد خيري بروديوسر البرنامج. هي. يعني انا مش عايزه انسى حد، بس مثلا الاشخاص دول هم اللي زي ما بيقولوا كده مفاتيح العمل. لا وبعدين يعني مفتاح البرنامج. انت اكيد اكتشفتي ان مصطفى عمار لوحده تجربه مذهله وتجربه انسانيه عظيمه، هو نفسه لازم يقعد يحكي لك. بالظبط حكى لك تجاربه. مصطفى مذهل بخلاف شطارته وامكانياته واحترافيته، بس مصطفى كانسان مذهل. جانب انساني رهيب وتجربه حياتيه برضه فيها حاجات مش قليله. ده قوي حقيقي قوي يعني قوي. انا والله يا يوسف انا يعني والله مش بجامل، انا فعلا محظوظه جدا ان انا في وسط فريق صحيح كلهم اشطر من بعض، كلهم نفسياتهم انضف من بعض. يبقى ربنا يديم عليكي فريق العمل يا منى. الحمد لله، والله الحمد لله. يعني انا بجد في وسط اخواتي يعني ظهر وسند، مجرد فريق برنامج. برافو وكل التوفيق، وكل سنه وانت طيبه وكلكم طيبين طيب ورمضان كريم وعلى راي الناس في الجيم عاش عاش عاش. عايزين من ده كتير بقى. ربنا يخليك. يا رب يخليك. انت صوتك يعني راقي ودعم للقلق. الله يخليك. تعيش يا منى، ميرسي خالص، الف شكر لزميلتنا منى عبد الوهاب وبرنامجها انا والقناع. انا كنت بقول لك فعلا انا شفت الحلقات مش كلها الحقيقه من انا والقناع، وركزت جدا مع استاذ لطفي لبيب، واتفرجت على الحلقه زي ما بيتقال كده من الجلده للجلده. هذا الرجل عظيم، الحلقه دي حلوه حلوه، اللي ما شافهاش يخش يتفرج عليها. اما منى بتوصينا ان احنا نشوف خالد الصاوي، يبقى هنشوف خالد الصاوي، لانه طبعا انا بالنسبه لي خالد حاله بتاعت صداقه عظيمه وطويله، فمهم ان انا اشوف اتكلم قال ايه. ما جابش سيرتي، اظن بقى يجيب سيرتي اكيد بالخير. يعني بقول لكم ايه، تعالوا نروح بسرعه كده على قريه الزناقطه او الزناقطه. القريه دي في الاقصر بتشهد تنظيم لأطول وأكبر مائدة إفطار في شهر رمضان.
كيلو مترات، كيلو مترات يا مولانا، كيلو مترات من الخير، كيلو مترات من المحبة، كيلو مترات من الكرم، كيلو مترات من التعاون والتعاضد والتآلف والتلاحم، كيلو مترات من كل الحب ما بين المصريين، وده عادي. الخير كل الخير عندنا هنا في مصر. طيب الخير بقى عندنا في مصر في أشكاله المختلفة، وهرجع أقول لك هي المسألة بقى في فقرتنا هي مش مجرد أنه الأكل أكل، الأكل ثقافة يا أستاذ، الأكل ثقافة يا ست هانم. يعني إيه؟ أنت لازم تبقى فاهم هو ليه بناكل الأكلة دي وبنطبخها بالطريقة دي ومقادرها كده ليه؟ حلو؟ لأنه ده بيحاول يفهمك أكتر على إمتى الأكلة دي ظهرت، في أنهي مرحلة تاريخية، يا ترى هل ترى كنا بنزرع إيه ولا بنربي إيه؟ طيب يا ترى لما مثلا دخل المماليك لمصر وجم ونشأوا وترعرعوا فيها حتى صاروا حكاما في يوم من الأيام، هل أضافوا للأكلات ولا لأ؟ طيب يا ترى الأكل بتاعنا مثلا في الصعيد مختلف كله زي بعضه ولا مختلف من حتة لحتة؟ طب وأكلنا في النوبة يا ترى عامل إزاي؟ دي ثقافة عشان تبقى فاهم، الأكل مش مجرد طعم. احنا جايين نهزر ولا ايه؟ موسوعة الأغذية الشعبية المصرية دي موسوعة بجد، وبتعمل عليها أكاديمية البحث العلمي، موسوعة فيها توثيق للأكل المصري، توثيق لتاريخ الأكل في مصر. من ضمن الأكلات اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة وهنشوفها وأتمنى ندوق هو مجموعة كده على ما أسم زي ما بيتقال بس من الأكل النوبي وسفرة الأجداد. وبعدين بص بقى عند النوبة فرم الوقف، اللي يروح النوبة أنا بقول لك أهو لو جربت هتقول أنا مش عايز أرجع تاني. الشيف جنة عبد الرحمن شيف الأكلات النوبية فورا بعد الفاصل. معلش واحد بس بينقنق كده يعني شوية حاجات. يعني احنا قلنا بقى ايه بمناسبة انه زي ما كنت بحكي لكم موسوعة الأغذية الشعبية المصرية، ايه هي الموسوعة دي؟ هي مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المركز القومي للبحوث. حلو؟ طيب عندنا اتنين مؤلفين رئيسيين هما دكتور مجدي السيد ودكتورة نهال سامح، وبنعمل الموسوعة دي علشان نعمل عملية رصد لتاريخ الأكل المصري، توثيق لعناصر الاكل المصري. الشيف جنة عبد الله منورانا من النوبه لحد القاهره. الله يبارك لك يا دكتور، منوره الدنيا. ربنا يخليك يا دكتور. عامله ايه؟ منورك الحمد لله رب العالمين. كله تمام؟ الحمد لله تمام والله. هتطبخ ايه بقى النهارده وانا بقزقز كده في التمر الحلو ده؟ النهارده هنعمل صنفين، هنعمل جلايا سوريد. جلايا سوريد؟ اه اسمه جلايا سوريد. ماشي. والجلايا اسم الطبخه نفسها. ماشي. سوريد دي بقى جايه من ايه؟ جايه من ان احنا بنسقي سوريد، يعني معناه بالنوبي اللي هو التسقيه. ماشي. بنسقي العيش بيه فاحنا بنسميه جلايا سوريد. ماشي. اساس الاكله بالبيض. بالبيض ده هو الاساسي بتاعه اللي طلعنا بيه، يعني اللي اتعلمناه من الكبار. حلو. بس اتطور بقى، ما يعني ممكن بنفضل مثلا نسيب البيض ونحط بداله فراخ، ممكن نلغي فراخ نحط بداله لحمه، فاتطورت شويه كده عندنا يعني. بقى مرونه نقدر نعمل اللي احنا عايزينه، يعني هو البروتين اللي فيه بنغيره، ساعات فراخ ساعات لحمه ساعات بيض. طيب النهارده هنعمله بالفراخ. تعالي نبدا واحنا بندردش، نبدا منين؟ نبدا بقى من اول حاجه. اول حاجه نبدا بقى نحط البصل بتاعنا ونعمل الجلاية. عايزاني اساعدك؟ اه انا هدور على ال نجيب سكينه حله اقطع حاجه محتاجه على حله. ممكن في دي حلوه ماشيه دي؟ اه تمشي. اوكي عايز البصل كده هنا، نشد دلوقتي الزيت. زيت اين الزيت؟ ما عندناش شويه زيت على المشي كده يا ولاد؟ اكيد اكيد هنلاقي. هنا مفيش زيت. الله فين الزيت يا ولاد؟ حد يسعفنا بالزيت. لا هنلاقي زيت؟ ما مش معقول، وانا شايف ان في ميه بس. ها ده واضح انه مش زيت. طيب على ما الطاسه تسخن
يكون الزيت دخلنا على ما الطاسه تسخن. احنا بقى نعجن بقى الكابت بتاعنا عشان ايه؟ عشان يلحق يخمر. حلو. نحط الخميره والسكر. احنا هنحتاج بقى ايه؟ زيت ونص معلقه سكر. عايزين شويه زيت كويسين كده يا جماعه. دي مكرونه دي نص معلقه سكر. ايه ده؟ لا دي مقرمشات كده بتتعمل بعجاين. دي مكرونه نيه. انا عايزه كوبايه. كله بيتاكل كوبايه مثلا عشان بس اعرف اخد ال يا نهار ابيض. المكرونه دي حلوه قوي مع انها نيه. طب ما عايزين مش هينفع ناخد ميه. عايزين ناخد ميه. ما حدش يقول لي بتاع حدف لك. عايزه كوبايه بس عشان اخد بيه شويه ميه دافيه. كوبايه كوبايه. انا شايف هنا في ميه اهي. عايزه ميه دافيه من هنا. عايزين ميه دافيه من عشان هنا عشان يلحق بس يخمر بسرعه مسافتنا يعني. طيب يعني هل ممكن مثلا ناخدها أي حاجة. انا احاول اعمل هنتصرف احنا حاجه بدل حاجه. ده سمنه اهي حتى كبشه كده قويطه. ماشي يا جميله أوه. جميله. لا ده انا قديم في المطابخ. لا والله صراحه يعني 100 100 بصرف نفسي على طول. دي سخنه جامد جدا. سخنه سخنه دي مش دافيه. نبردها شويه. انا احط عليها هنا شويه ميه ساقعين اهو. تسلم يا دكتور تسلم. شكرا. بس تحبي اسيح لك السمنه دي هنا؟ يا ريت اشغل لك الدنيا. لا ده انا موزن في الحاجات دي. مفيش معلقه. هي معلقه هنا. معلقه هنا؟ دي معلقه المارد دي. شيفة. معلقه كبيره دي. طول عمري من وانا صغير احب اقعد اعمل الحركه دي. طبعا الاكلات دي انا شاركت في تحضيرها مع تبع الموسوعه مع دكتور مجدي ودكتور انهال. ماشي. دي بقى اكله يعني تقليديه جدا. حاجه جداً. من قديم القديم في النوبة. طبعا طبعا وهو اساسه هو بالبيض. اساسها البيض. اساسها اساسه يتعمل بالبيض. والله الناس مش عايزه بيض. عندنا فراخ. مش عايز فراخ في لحمه. في لحمه مفرومه مفيش مشكله بتبقى جميله برضو قوي. ديها بصل. اوبا. بس لحظه. محتاجين نتبله او حاجه؟ لا شويه لما يدبل. لسه لما يبدا يصفر. يدبل ونحط له قطايه. ممكن ما بيحطوش. في ناس ما بتحطش. بس هي قطايه واحده بتعمل بتدي طعم احلى يعني بتنكه الطعم شويه. قطايه بقى نقطعها؟ اهي. ممكن اقطع القوطة. اهي متقطعة القوطة جاهزة. تقطيع القوطة. الله ده متقطعة. ما شاء الله. وهنا احنا طفينا. لا دي اعلى. نخلي نجيب دي هنا ولا دي اللي اعلى؟ دي العالية؟ متهيألي. واحنا هنا حطينا مية دافية على الخميرة. بس عشان تشتغل الخميرة. الخميرة تبدأ تنشط. مسافة ما ده يخلص تكون خلصت هي. حلو جدا. ايه بقى التوابل اللي احنا بنستخدمها معانا؟ لا معنا بس الاساسيات هو الملح والفلفل وشوربه. ما في شوربه ممكن نستغنى عنه ونحط مثلا مكعب نحط مكعب مرق يغني. بس هو ده الاساس. سماء ده ولا ايه؟ ده تقريبا شكله كده. كركم بقى والحاجات دي شطه مطحونه وكاري. طبعا مش محتاجينهم دول. وده ايه ده بقى شفنا؟ ده الابريه. ده بقى المشروب الرسمي بتاعنا احنا بتاع النوبيين. ده مشروب حلو جدا. فاكهه يعني. هو زي عامل زي الحلو مر كده. هو بيتخمر. العجينه نفسها بتتخمر 7 ايام. يعني احنا نخمر العجينه دي 7 ايام. ماشي. ونخبزها طبعا ده قبل رمضان ممكن بشهر ونص شهرين. 7 ايام. ممكن اللي هو الذره العوجه. عارف الذره اللي هي المدوره دي؟ طبعا. هي دي بتتعمل بيها وحاجه بسيطه كده من الذره القمح العادي. مرة قريت انه عشان ننشط الخميره نرش عليها سكر. صحيح الحكايه؟ نص معلقه سكر. حط لك سكر؟ حطيت. حطيتي؟ ما شاء الله. ده انا طلعت معلوماتي سليمه اهو. لا جدا. امال بيقولوا عليا مطلعين عليا اشاعه ان انا ما بعرفش بالطبيخ ولا حاجه. شاطر.
ربنا لها إشاعة رهيبة. أزأز بقى مشمش. الشوربة بتاعت شوربة الفراخ. فين شوربة الفراخ يا ولاد؟ عندنا شوربة فراخ ولا لا؟ ما احنا فراخ مسلوقة يبقى أكيد في عندنا شوربة. ما أنا قلت لهم عملوها نص سلقة. دي معروفة. سلقنا الفراخ أكيد إملى الأوضة مية بقت شوربة على طول. أيوة إرمي الفرخة في الأوضة كده. هي عامة أكلاتنا كلها. من البيئة كده يعني. أنت عارف النوبيين كانوا اللي هي حتة لوحدهم كده. طبعًا. وكانش في تواصل. كان صعب ان مثلا يروح البضايع بالبواخر وييجي. فما كانش كانوا هم بيطلعوا اكلهم من البيئه نفسها اللي بيزرعوه يربوه يستخدموه. هو ده بس الحاجات اللي كانت متوفره عندنا. النخيل طبعا. البلح بكميات. الثروه الحيوانيه طبعا كانت كتير قوي اكيد. والسمك بحكم ان هم كانوا على النيل. طبعا. دي كانت الحاجات الاساسيه اللي عندهم اللي عايشين عليها مع الزرع بقى. خضار اللي بيزرعوه. كل اكلاتنا هتلاقيه بقى من الزرع. يعني ورق اللوبيا مثلا نعمل منه ورق اللوبيا مش اللوبيا ورق نفسها. ورق البسله. ورق البسله. بسله نعمل ورق اللوبيا نعمل منها حاجه. لا مش هي نفسها اللي هو الورق نفسه. الورق ورق اللوبيا نعمل منه حاجه اسمها كده كورتات جامده. دي ايه زي الملوخيه مثلا بتطلع ولا ايه؟ شبهها. الله العظيم ده احنا شعب عبقري. والملوخيه طبعا من القطر يعني. القطر عندنا رقم واحد. السفرة عندنا رقم واحد. والأكلة التانية اللي واخدة خط القطر حب الناس ليها يعني اللي هو الشعبية الجامدة. كابت باللبن. كابت باللبن. باللبن. ده ما حدش يعترض عليه. فين شوربة الفراخ يا جماعة؟ أمال إحنا سلقنا الفراخ دي ما فيش عندنا شوربة. هنستخدم ماجي؟ ماشي. شربوا الشوربة الظاهر من ورايا ولا إيه؟ طب إحنا نحط الأول إيه؟ القطاية دي. نحط القطا. في النوبة يقولوا قطا ولا طماطم؟ الاثنين اصلا. انا اقول قوطه. الاقي عيال صحابي بيتريقوا عليا من وانا صغير يقولي اسمها طماطم. انا بقول قوطه. لا احنا نقول الاثنين. هو متهيألي كان طماطم بس احنا بحكم ان احنا بدانا نعاشر هنا مصروه ونعاشر من اسكندريه فبقى كله معانا كان كله متاح لينا. اعتقد دي لو اتبلت كده بصل وقوطه والتسبيكه دي تتغمس بالعيش تطلع حلوه برضه. هو بالبيض بيبقى قريب قوي من الشكشوكه بس احنا بنزود لها شوربه ونسقي بال القابط. الريحه مذهله. محد جهز عيشك. طماطم تدبل بس. مفيش ميه. ايه ده؟ انا بحب ال ازق حاجه كده اهو ازقها لكم هنا اهو. ده ملح. ماشي بس عشان نعجن اهو. ريحه التسبيكه مذهله قاتله. أنا سرحت مع التسبيكة دي والله. هو المفروض إن البقوطة تدبل خالص فإحنا نساعدها كده. طبعا ده اللي هو يعني ده بقى قيمة غذائية فظيعة يعني. دي اللي هو الحلبة مع القمح. حلبة وقمح مجروش. حلبة وقمح ويتحلى بقى. حلى بالسكر. طبعا ده النوبيين كانوا بياكلوه متهيألي في الايام الشتاء الجامده. يدي طاقه. يدي طاقه. حط عليه زبيب بقى ولا حاجه. حط لا عليه ما كانش تمر. لا ما كانش تمر. هم كان عندهم العجوه كتير. علشان النخيل. بيض بالعجوه. العجوه هم يعملوها في البيت يسمعوها. بيض بالعجوه ده حدوته. بيض بالعجوه من الاكلات الاساسيه على فكره اللي هو البيض بالعجوه. ده حدوته ده بس ايه امبراطور زياده الوزن. الراجل ده ما بياكلش بيض بالعجوة. خافس كده وسفيف ده. حطينا الفراخ.
زمان بروح اكل عند واحد يقعد يطبخ الاكل طازه بطازه للزباين، ودايما على اللي يصلي على النبي يكسب. الله الصلاه والسلام. ما يتكلمش غير يقول لي على فكره بيكسب. يعني هو طبعا دلوقتي ما فيش الكلام ده، بس انا في الاساسي بالنسبه للنوبيين كانوا بيخبزوا الخبزه دي طازه بطازه على طول، يعني ثلاث مرات في اليوم يخبزوا. طب وايه بطلوا؟ لا دلوقتي بقى يعملوا بالحاجات الجديده بقى، بالاسبوع بيخبزوا. ايوه بس بيقعدوا عليها كتير، يعني يقعدوا ممكن 3 4 ايام خبيز، 3 4 ايام اللي هو كل كان طقه بطقه ده لا بطلوه. مفيش بقى خلاص، هي مره في الاسبوع كده نبوس ايدينا وش وضهر. كل 3 4 ايام كله اتشغل. ايوه نقعد بقى يعني نسيب الفراخ بقى هنا كده تتشرب من التسويكه دي. طبعا نديها بقى شويه ملح. اعمل لكم الحركه بتاعت كده، اقلب الفرخه في الهواء نزلها تاني دي. نحط له بقى شويه ملح كده. ادي فلفل اسود. يبقى احنا حطينا البصل يدبل شويه مع السمنه، وبعد كده حطينا القوطه، وبعد كده لما القوطه بدات تدبل حطينا الفراخ المسلوقه. بما ان بقى ما عندناش ما في بقى معانا مرقه، فهنحط بقى المكعب مرقه دجاج. جامده قوي. يدي طعم. طبعا. هل بقى هنزود لها ميه او حاجه ولا ما نزودش؟ لا نزود. امال هنسقيها ازاي في العيش؟ بس تبقى ميه سخنه، ما نحطلهاش ميه بارده، صح؟ لا عادي. ما تفرقش. ما فيهاش مشكله. اللي هو ده بقى عجينه القابض اللي هنعمله. دي العجينه؟ احنا بقى هنا هو حطينا الكريب شويه. سنة الخميرة مع نص معلقة سكر. خميرة نص معلقة سكر. خمرت شوية فزودنا مية وحطينا ملح ودقيق. نحط لحد ما يبقى القوام بتاعها كده. كده أيوه. أوكي. تبقى خفيفة ولا تبقى يعني للناس عشان تعرف تظبط أتقل من الكريب شوية. نقرب لهم المسافة. أنا أقعد أضرب لك دي على ما تنقذي دي. هي دي خلاص كده إيه؟ لا يا خبر. أنا في يوم من الأيام لو تخليت عن برامج التوك شو أكيد هعمل برنامج أكل. بس إيه بقى؟ طريقتي هتبقى مختلفة جدا، مفيش استوديوهات. هلف بقى. تلف المدن. هلف بقى. ده أنا أمل حياتي أعمل برنامج عن الأكلات المصرية بتاعت بقى، مش بس كل محافظة، ده كل مدينة. يبقى لها ساعات ليها حته كده يقول لك مش عارف اعمل كذا، حط كذا، زود كذا. بتيجي في البيئه بتاعتها بتبقى في حاجه مختلفه بياخدوها من البيئه. والله قلت لازم اعمل برنامج زي كده. اذا ربنا مد في عمري لرمضان اللي جاي بقى ان شاء الله، رمضان الجاي اعمل برنامج الاكل ده. هي دي شغاله؟ لا اسيب الاكل ايه ما يقول لي سيبها. يا جماعه الاكل ثقافه، لازم نبقى فاهمين ده. يعني الموسوعة اللي معمولة دي معمولة لتوثيق الأكل التراثي المصري. طب عارفة ده أنا سمعت بقى حاجة غريبة قوي. سمعت إنه يعني كان إن إحنا كان عندنا أكلة زمان اسمها التفاحية، لحمة بالتفاح. ده اللي هما فين بقى دول؟ في القاهرة. قعدت بقى أنا أدور على أصل التفاحية دي لحد ما عرفت إنها ظهرت في العصر المملوكي. ان المماليك اكثروا من زراعه اشجار التفاح، فبداوا ياخدوا التفاح ده ويطبخوه مع اللحمه. بس لسه ما جربتش الاكل. واحنا فاضلنا قد ايه تفاح مع اللحمه؟ غريبه قوي. لازم نختم حالا. امال هنعمل اكل ازاي؟ ايه ده احنا ما لحقناش. يعني احنا نسيب الاكل يستوي؟ حاضر هنسيب الاكل يستوي عشان انتوا تاكلوه. يعني انا هكمل هنا عشان انتوا تاكلوا. حاضر. بصوا لا ده انا عامل شغل عالي قوي. هو انا مش فاهمه انا اللي شغاله شغل. اهو بص القوام. تسلم ايدك. انفع مساعد؟ لا مساعد ده انت شيف. يا رب يخليك لينا يا رب. طيب انا هكمل انا ضرب في الاكل كده. ده مش شغال على فكره، مش عارف. او في العجينه؟ البوتاجاز. بصوا يا جماعه انا هخلي دلوقتي
شيف جنة هتقول لنا الحاجات اللي احنا بنعملها كلها مع بعضها كده مرة واحدة، وهنكمل احنا سوا ونترككم احنا بقى مع التترات. احنا بقى قلنا الاكل هنا اسمها ايه؟ ده جلايا سوريب. جلايا سوريب. والحلو بتاعنا كرم الشوربة. كرم الشوربة. والمشروب ده المشروب الرسمي بتاع النوبيين اللي هو أبريه. أبريه. وده هو أبريه برضو، بس دي معمولة بفواكه، فواكه متنوعة. فيها موز باين. موز وفراولة. فراولة. جوافة وبرتقان وعصير ليمون. ودي معمولة بقمر الدين وزبيب وبرتقان. يا سعراتك. رائع. تسلم إيدك، أنا مكمل معاكي. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، رمضان كريم، الله أكرم، نقابلكم السبت الجاي إن شاء الله. أنا مكمل مع الشيف جنة. وإحنا نقول بقى بالنوبي بقى أفيالوجو. بالنوبي هنقول إيه؟ أفيالوجو. أفيالوجو يعني سلامات. سلام عليكم. سلام عليكم أفيالوجو. إلى اللقاء.